بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8473. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآيات المحكمات اتصل بي شاب مؤمن هداه الله ووفقه إلى الصراط المستقيم، وقال لي إنه دعا أحد إخوته في الله إلى الإيمان وإلى الهداية والالتزام، فتعلل بهذه التعللات واستشهد بهذه الآيات وقال: إن الله ما هداه. فيقول لي الأخ: كيف أصنع به وبماذا أجيب عليه؟ الإجابة على مثل هذا الذي يقول: إذا هداني الله اهتديت، لو أن الله هداني لكنت مثلك أو أحسن منك، لكن بعد ما هداني الآن. الجواب جاء في القرآن الكريم، وكأنه يعالج مثل هذه المشكلة ويجيب على هذا التساؤل في آخر سورة الزمر. يقول عز وجل: واتبعوا، هذا أمر، أمر لكم أيها المكلفون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأحسن ما أنزل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني ما في مجال للتأخير أبدا. الذي يماطل أو يؤجل التوبة لحظة واحدة هذا خاسر، لأن التأجيل ما هو بصالح. التأجيل يعرضك لقضيتين خطيرتين: إما مفاجأتك بالقضاء والقدر على غير موعد فتخسر خسارة وتندم ندامة لا تعوض ولا تقوم لها الدنيا كلها، وإذا سلمت من الموت وما جاءتك المنية وأنت لست بتائب فإنك تخسر خلال فترة التأجيل وقتا من عمرك ذهبيا كان بإمكانك أن تستغله وأن تملأه بالعمل الصالح. فالذي يماطل بالتوبة خاسر على الجانبين. وش يكسب لما يجلس بدون توبة؟ إيش يكسب؟ يكسب نوم كثير، يكسب أكل كثير، يكسب شهوات كثيرة، يكسب دنيا، لا، يخسر كل شيء. يقول الله عز وجل: وماذا عليهم، يعني ماذا يضرهم في سورة النساء، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يعني ماذا ينقصهم وماذا يضرهم لو أنهم ساروا بالخط الصحيح والتزموا الإيمان بالله وباليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله، إيش يضرهم؟ ولا شيء، بل لهم مو عليهم. فالإنسان لا ينبغي له أن يؤجل التوبة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب، يعني الموت، وسماه الله العذاب لأنهم بداية العذاب. الموت للكافر والفاجر والعاصي هو الانتقال
من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر الذي قال الله فيه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى ما يناله الفاجر والعاصي من شقاء وضلال وقلق في هذه الدار فإذا مات. قال الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من يستطيع أن ينصرك في تلك اللحظة إذا مت ولقيت الله أيها البعيد ووجهك أسود وصحفك سوداء وعملك سيء؟ من ينصرك؟ المال ينصر في تلك اللحظات؟ الولد ينصر في تلك اللحظات؟ المنصب والجاه والملك والإمارة والوزارة والمدارة تنصر؟ لا. القوة تنصر؟ لا ناصر أبدا إلا الله. والله لا ينصر هؤلاء. الله لا ينصر. لأن الله قال وكان حقا علينا نصر من؟ نصر المؤمنين، نصرهم في الدنيا ونصرهم في الآخرة. أما الفجرة لا ينصرهم الله بل يخذلهم ويتخلى عنهم أحوج ما يكونون إليه حاجة. ثم لا تنصر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بغتة وأنتم لا لا الآية الكريمة وأنيبوا قبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أثابك الله. الآية الكريمة وأنيبوا يعني ارجعوا، والإنابة هي سرعة التوبة، مو تائب بس، لا منيب، مهلوب إلى الله، مسرع لا يلوي على شيء، اتجاهه وعزمه وتصميمه في سيره إلى الله في كل لحظة يتوب. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أتوب إلى الله وأستغفر في الساعة الواحدة 100 مرة وفي اليوم 100 مرة ويحسب له في المجلس الواحد 70 مرة وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وكان في كل أوقاته أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كان رجاء وأواب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون عند الجنة لكل أواب. حفيظ أواب يعني رجع، حفيظ محافظ على طاعة الله حريص عليها يظن بها أعظم من ظنه بالدرهم والدينار. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. نسأل الله وإياكم من فضله. والله هذا هو الشرف والفخر يا أخي، إذا مت ورأيت الملائكة في بيتك، ملائكة الجنة معها كفن من الجنة، وجاءك عزرائيل وقال لك يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، والله ما تحزن على شيء. تحزن على ماذا؟ على الزوجة؟ تحزن على وحدة؟ وربي يعطيك 72 وحدة في الجنة، الواحدة خير من الدنيا وما عليها، والله ما تذكرها حق الدنيا إلا كانت صالحة واجعلها ربي معك في الجنة. تحزن على عمارة ولا بيت وربي يعطيك قصور في الجنة من در مجوف طول القصر 60 ميل بالسماء. تحزن على مزرعتك وربي يعطيك مزرعة في الجنة مسافتها الفنن الواحد يعني الغصن الواحد من شجرة من الجنة 100 عام يقطعها بصرك وانت جالس تشوفها على مسافة 100 عام. يا سلام يا سلام. وأنيبوا إن في لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، منيب خاشع خاضع لله، يبكي من خشية الله، لا يتعاظم على الله، لا يتعالى على أوامر الله، إنما يرتعد يخاف يوجل يشفق عنده في قلبه مثل الدهرة في قلبه، كأن النار ما خلقت إلا له. يتصور أن كل الناس كلهم ناجين وأنه هو الخاسر، ويتصور أن الناس كلهم صالحين وأنه هو الفاسد، ويتصور أن الناس كلهم سينجون من الجنة وأنه ما بيدخل، ولهذا في قلبه مثل النار. كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها. هذه صفات أهل الإيمان 4 صفات ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأنيب يقول الله عز وجل قبلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ماشي بالسيارة وما تقرأ لك بنشر كفر
وتقطعتم بغتة، ما عندك حساب ولا عندك تخطيطات للموت. كل حساباتك للدنيا. كثير من الناس الآن يموت وفي باله كل شيء للموت، في باله الوظيفة وفي باله الزوجة وفي باله العشاء وفي باله الأولاد وفي، ولكن يأتيه الموت ولا يأتيه مما في باله شيء. هذا موت البغتة، بغتة وأنتم لا تشعرون، من غير تتصورون ولا تعقلون. أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس، ونفس هنا نكرة تشمل، أن تقول أي نفس عند الموت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يتمنى ويتحسر ويتندم على ما فرط في جنب الله. إيش فرط في جنب الله؟ إما بارتكاب معصية أو بترك طاعة، فرط في طاعة الله أو فرط في معاصي الله ووقع فيها. يا حسرة، هل يريد أحدنا أن يقول هذه الكلمة يا أخواني عند الموت؟ والله ما في عقل عند الإنسان اللي يعي إلا على المعاصي والذنوب، ونقول له يا أخي اتق الله، لا تزني، لا ترابي، لا تترك فريضة، لا تعك والديك، لا تقطع رحمك. يقول لا يا شيخ، لا يا شيخ. يعني إيش؟ يعني تستمر حتى تموت وبعدين في ذيك اللحظات تقول يا حسرة؟ هل تنفعك هذه التحسرات؟ هل تغني عنك وتجديك هذه الأشياء؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم يقول وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب، إذا رأت النار ومنازلها ومقدماتها، لو أن لي كرة، يطلب فرصة ثانية، يطلب إمكانية، يطلب إمهال، لو أن لي كرة يعني رجع إلى الدنيا، لكنت من المحسنين، أرجع أعمل صحيح. طيب أعمل الحين إن كانك صادق، خلاص هب أنك مت، هب أنك مت وأنك دخلت القبر وأنك شفت مصيرك وقلت ردني أعمل يا ربي، الآن ردك ربي الآن عليك حي. وبعدين قال أو تقول لو أن الله هداني. هذا الشاهد من الآيات، هذا اللي يقوله، اللي لما قال له يا أخي اتق الله قال لو أن الله هداني كأني مثلك. قال الله أو تقول لو، هذا عذر يقوله الآن وبيقوله إذا مات، إذا قدم على الله بيقول هالكلمة، يقول يا ربي لو أنك هديتني كأني مع الناس، لو أن الله هداني لكنت مع المتقين أو من المتقين. قال الله عز وجل له وجوابا عليه هذا المكبر، قال بلى يا كذاب، بلى بلى قد جاءت آياتي، أي قد هديتك. قال المفسرون معنى جاءتك آياتي أي هديتك إلي بآياتي. معنى الهداية أي الدلالة. يعني واحد يلقاك في الطريق الآن يقول لك بالله فين مسجد اليحيى، فتقول له هذا الطريق، تلف من هنا وتطلع على مسجد اليحيى، فهو بدل ما يجي من هنا راح طلع على سر ثبت، وبعد قاعد يدور لا نصلي، وبعدين لقيك يا أخي فين مسجد اليحيى، قلت فين جيت، قال جيت من هنا. طيب ما قلت لك من هنا، انا هديتك. بلى قد هديتك الى المسجد، قد دللتك على الطريق، لكنك خدت غرب، خدت شرق وانا اقول لك غرب الى المسجد. فالله يقول بلى قد جاءتك اياتي اي قد هديتك الي، ولكن كذبت به. حيث تسمع آية الصلاة وترفضها، تسمع آية الزكاة ولكن المال عندك احب من الله. كثير من الناس الان الزكاة عنده ما هي في حسبانه ولا في باله، وعنده آلاف الريالات وعشرات الآلاف بخمسين ألف، ولا يتصور أن الزكاة تجب إلا على الأثرياء وأصحاب الملايين. ومتى تزكي أنت؟ قال ما علي زكاة، ما عندي شيء. كيف ما عندك شيء؟ عندك النصاب، النصاب لا يخلو منه جيبك في سائر العام. من هو الذي يخلو منه منا جيبه خلال العام كله من 56 ريال؟ هذا هو النصاب. إذا بلغ في جيبك 56 ريال وحال عليه الحول، يعني دارت السنة وفي جيبك باستمرار 56 أو أكثر، تبلغ عليك الزكاة. واللي ما يخرجها ولو كان ريال، أبو بكر يقول والله لو منعوني عقالة، عقال نادر ولا عنك لقاتلتهم، يعني لاستبحت دماؤهم. تأتيك آية الصوم، تأتيك آية الحج، تأتيك آية البر، بعدين تأتيك آية ترك الزنا، ترك الربا، ترك الغنى، ترك الحرام، ترك التبرج. هذه آية الله جاءت، الله هداك، الله قال اعمل كذا ولا تعمل كذا، يعني ايش يعني هداك؟ هذه معنى الهداية. بعض الناس يتصور انه الله هداني يعني يسلبك الإرادة ويجعلك إنسان آلي تعبد الله بدون اختيار. أجل ما عدلك جنة لو سوى الله كذا لك، كيف يعطيك ربي جنة وانت تعبده بغير اختيار؟ وهذا معنى قول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو أردنا لسلبنا الإنسان القدرة على الاختيار ولجعلناه آليا في حركته يعبدنا بدون اختيار. ولكن هذه ما هي حكمة الله،
حكمة الله اقتضت أن يعطيه القدرة والاختيار وأن يجعله جنة ونار. ولذا الجنة والنار فقط للإنسان من بين سائر الخلائق. الملائكة، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار، النجوم، الشجر، الدواب، الحجر، البحار، الأنهار، كم خلق الله في الأرض؟ لكن ما يدخل الجنة ولا النار شيء منها، كلها تؤدي دورها في الحياة لخدمة الإنسان، لأن الله عز وجل قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا غلقت الحياة قال الله لا، اللي حيوانات تصير تراب، والشمس تكور، والنجم النجوم تكدر، والأنهار تفجر، والبحار تسجر، وكلها تغير كلها. ويجيبك أنت يا أبو اختيار، أنت اللي عندك قدرة تطيع وعندك قدرة تعصي، تعال إيش سويت؟ إيش سويت؟ أنا أعطيتك القدرة وكرمتك وفضلتك وما جعلتك إنسان آلي، بل جعلتك سيد الكائنات وجعلت لك قدرة على أن تسير بطريق الخير وطريق الشر، فماذا عملت؟ ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤالي. ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ فما بعض الناس يتصور يقول إن معنى الهداية يعني إن الله ينزل ملك من الملائكة ويربط في رقبتك حبل يسوقك للمسجد كل صلاة. هذه ما هي حكمة الله عز وجل. حكمة الله أن بين لك الطريق وأعطاك القدرة، ويوم يسلبك القدرة يسلبك التكليف. شوفوا حكمة الله. الآن المجنون إذا راح عقله هل يعاقب؟ لا. ليش؟ ما عنده قدرة على الاختيار، مسكين ما يدري. رفع القلم عن القلم، يعني المؤاخذة والمسؤولية، رفعت عن ثلاثة أنفار. من هم؟ الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ. إذا أفطرت في رمضان ناسيا، صمت رمضان وجيت الى البيت واكلت رز ولحم وبسطه وانتهيت، ويوم تذكرت الله كيف اكلت انا صائم؟ قال الله في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام انما اطعمه الله وسقاه، كل واشبع ولكن ما عليك فيها صائم. ليش؟ لانك اكلت وانت ناسي، والله لا يعاقبك وانت ناسي. اذا احتلمت في نهار رمضان وانت صائم، الاحتلام في النوم يكون باختيار الانسان؟ لا. إذا احتلمت في المنام وأنت صائم في رمضان فتقوم وتغتسل ولا شيء عليك، ولا تقضي ولا شيء. ليش؟ لأن الله سلبك الاختيار في تلك اللحظات وأرغمك على فعل شيء من غير اختيار. أجل كيف يرغمك على فعل شيء ثم يؤاخذك؟ معقول هذا في حق الله وهو العدل؟ هذا معقول في حكم البشر الآن؟ لو جيت جاي من الخميس إلى عند الدويرة هذه اللي فيها القصر، ووجدت رجل المرور يمنع الاتجاه الى داخل النمسا، سيارات المرور واقفه والاشارات شغاله والعساكر يقولون الاتجاه على المنهل، وبعدين بعد اول ما اتجهت في عسكري ثاني واقف يقول ايش جابك هنا؟ ليش تجي من هنا؟ تقول لا العسكر هناك ردوني. لا انت غلطان، غلط هذا الطريق، هات 100 ريال. معقول يسوونها المرور؟ ايش رايكم؟ معقول مدير المرور معقول انه يأمر بهذا الامر؟ انه سد الخط الداخل الى ابها وحولوا الناس على طريق الطائف، واللي يجيكم وانتم محاولين خذوا منه جزاء؟ ما هو معقول ولو كان مجنون. واذا سواها مدير المرور ايش نقول له؟ نطيعه ونقول تفضل؟ يقول والله ما نعطيك عمل في عمل. ليش؟ لان ما اخطينا، انت اللي جبرنا من هنا، جبرتنا نمشي بالخط وتقول تاخذ فلوس؟ والله ما اعطيك ريال، ولو ادخل السجن، ولو ادخل السجن. واذا صارت مضاربه اضارب، اعطي 100 وانا ما سويت شيء. معقول؟ طيب هذا البشر منزه عن الظلم، اليس كذلك؟ طيب هل يمكن او يعقل ان الله عز وجل يجبرك على سلك طريق معين ثم يقول لك بعدين دخلك النار؟ لا. متى المرور يجازيك؟ اذا حط لك لوحه وفيها اكس كذا وبالعربي تحتها ممنوع الوقوف، وجيت ووقفت، يجي كلبش السياره ولا يفكها الا ب 300 ريال. ولما تجي ليش كلبشت السياره يا مرور؟ قال شوف اللوحه. تقول الله والله انا اسف من فضلك تكفى هذا المره. يقول لا ما في تكفى، دق 300، تدقها وانت رجع ولا تقدر تنفخ عليه ولا كلمه واحده. ليش؟ لانك ايش؟ مخطئ. شفت اللوحه والاشاره وجلست متحدي للنظم والتعليمات، تستحق الجزاء. والله تبارك وتعالى وله المثل الاعلى، اعطاك طريقين، طريق امشي اتجه يمينا، وعلامات صلاة، زكاة، صيام، لوحات، هذه علامات الطريق، امشي. وطريق شمال ممنوع الاتجاه كذا، ممنوع، خطر، ما تتجه كذا، احمر، الزنا خطر، الحرام خطر، وجاء واحد وعيا الا يبغى من هنا، امشي بالطريق هذا. شوف هذا الاتجاه الصحيح، قال لا ابغى من هنا، ابغى اغني،
ليش تغني؟ قال الشيخ الدنيا الآخرة مستأخرة مطرباني. طيب غني، لكن بعدين والله ان تخرج دم هذا الأغنية من ضلعك، كما جاء في الحديث حديث عمرو بن كرة قال إن هذا وأمثاله يقومون يوم القيامة عرايا لا يستترون بهدبه، كلما قاموا صرعوا ولهم عواء كعواء الكلاب، يعوي مثل ما كان يعوي في الدنيا على الجنس، يعوي على الغنى، يعوي في النار، لكن قده يعوي بالنار بالسياط والسلاسل والأغلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل يجيب على هذا وأمثاله ممن يحتجون بأن الله ما هداهم، قال الله بلى والله هدينا، هديناك يوم أن خلقناك بالفطرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على كل، ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة. الفطرة إيش الفطرة؟ يعني إيش؟ الإسلام. ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه مسلم، ما هو مسلم بالأصل، لكن أبواه يجعلونه إما يهودي ولا نصراني ولا مجوس، يعني لا دين له، وهو مسلم. وقال في الحديث، الحديث الصحيح في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقول في الحديث القدسي إني خلقت عبادي إيش؟ حنفاء مستقيمين، فاجتالتهم الشياطين، سوت لهم الشياطين لفة وأخرجتهم على الحنيفية السمحة اللي هي الدين الإسلامي وأخرجتهم. فالله خلقك أصلا وركب طبيعتك على الإسلام، وبعدين لتقوم عليك الحجة أكثر أنزل لك كتاب وأرسل لك رسول ومكنك من سلك طريق الخير ومكنك أيضا من عدم سلك طريق الشر. لو أن واحد من الناس بمجرد ما يأذن للصلاة يبغى يصلي، لكن أصابه الله بمرض في قدميه ما يستطيع يمدها، إيش رأيكم في الإسلام؟ يقول روح صل غصب عنك، ولا إذا قعدت في البيت نجازيك بجزاء. ما دمنا الله عز وجل ما دام عطل فيك القدرة على أن تأتي إلى المسجد صل في البيت، الغريب يصلي في بيته. من واجبات من أركان الصلاة 14 ركن، منها القيام، لكن مقيد مع القدرة. لو صلى واحد جالس ويستطيع انه يقوم صلاته باطلة، لكن اذا مرض من الذي امرضه؟ الله حكم عليه بالمرض، والله امره بالصلاة قائما، فكيف يعاقبه اذا لم يصلي قائما وهو الذي مرضه؟ اجل يسقط عن التكليف في القيام، صلي قاعد، ما استطاع يصلي قاعد يصلي على ظهر على جنب، ما استطاع لا على جنب ولا يصلي بطرفه، يومئ ايماء بعينه. وآخر مثلا بمجرد ما يرى المرأة في الشارع، بمجرد ما يرى المرأة في الشارع وعينه يريد أن ينظر بها، عنده قدرة، الله ركب له بابين أوتوماتيك على العين، بمجرد ما تشوف ما تحتاج تقول كده، يمكن يدك مشغولة ولا في يدك بيض ولا في يدك كزبير، فتقول يا ربي والله ما أقدر تغطي عيني كيف أقول، فأنا قعدت لا لا أعطاك ربي ثنتين هنا بس قل كده غض. لو واحد أراد أن يغض لما غض قالت عيونه تفتحت، الله ما يحاسبه، ليش؟ لأنه مو في اختيار، ولكن في قدرته أن يغض بصره. فالله يقول بلى، يا من يدعي أن الله ما هداه، بلى قد جاءتك آياتي، قد هديت، أي قد دللتك عليه، ولكن بدل أن تأخذ آياتي هذه وتهتدي وتتعمل كذبت، تركت القرآن وتركت السنة وجد على الأغاني وعلى المنكرات وعلى المعاصي وعلى الأفلام وعلى العومة والدوجة، وظليت عبدا للشيطان يركب رقبتك ويوديك في كل عمره وفي كل متاهة، حتى وإذا حد قال لك يقول إذا هداني الله، كيف إذا هداك؟ قد هداك ربي، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، عييت ما تهتدي. طيب واحد ثاني يقول يمكن إن الله كتبني يوم أمر الملك بكتابة رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد، يمكن الله كتبني ذاك اليوم شقي. قلنا له ليش يمكن إنك شقي؟ ليه ما هو يمكن إنك سعيد؟ لما تحتمل الخيار الأسوأ؟ ما دام القضية محتملة أليس كذلك؟ أنت الآن في بطن أمك مكتوب شقي ولا سعيد، ومعنى الكتابة هنا يعني سبق العلم لا الإلزام، لأن الكتابة كما يقول العلماء سابقة لا سائقة، يعني أن الله علم أنك سوف تأتي وسوف تفجر ويكون نهايتك بعد فجورك النار فكتب أنك شقي، لا معنى، ليس معنى هذا أن الله كتبك شقي يعني ما تستطيع تطيع الله،
لا سبق علم، وسبق العلم صفة من صفات الله. إذ أن الإنسان إذا كان ما يعلم الذي في المستقبل، والله ما يعلم، أجل استوى الإنسان بالله وهذا محال. أنت الآن تعلم إيش يصير بكرة؟ من الذي يعلم إيش يصير غدا؟ الله. فإذا كان هذه صفة كمان في الرب أن يعلم ما في المستقبل، فالله يعلم أنه سيأتي واحد من الناس وبيعيش وبيكون عمله سيء وبيكون نهايته أنه يكون شقي، فكتب عليه علما وأزلا أنه سيكون شقي بما علمه الله من عمله، لا بما جبره الله وألزمه أنه لازم ما يصير إلا عاصي. فهذا يقول يمكن أن الله كتبني شقي، ولهذا يوم أن الله يمكن أنه كتبني أنا بسير مع الأشقياء علشان يمكن. تدرون إيش مثل هذا؟ مثل هذا مثل مدرس في بداية العام الدراسي. تعرفون أن المدرسين وبعضهم الموظفين تقدر لهم العلاوة الدورية على ضوء تقييمهم، على ضوء تقرير الكفاية. في آخر السنة مدير المدرسة يجيب نقاط التقييم ويقيس المدرس، يجرحه واحدة واحدة، مظهره، أداءه، دوامه، إخلاصه، تفانيه، إنتاجيته، ويجيبه ويحط له كل شيء. بعض المدرسين، بعض المدراء يحط بالكريك للمدرسين 6 6 6 يعني كامل، وهو ما يسوى صفر. لكنه يبغى يقول يا شيخ الله رزاق كريم، ولذلك ما يعرف الطيب والبطال من اللي يجي التقييم. هذا تقييم يعني أمانة في عنقك أيها المدير، ألا تظلم الدولة فتعطي واحد تقييم وهو ما يستحق، ولا تظلم المواطن أو المدرس فتعطيه تقييم أقل وهو يستحق، أعطه ما يستحق علشان يصير فيه تفاضل بين الناس. لما يجي واحد ممتاز ويأخذ علاوة أكثر 5%، ويجي واحد جيد جدا ويأخذ علاوة 4% من راتبه ويأخذ جيد 3%، والبقية محرومين، المتوسط والضعيف. يجي هذا اللي أخذ متوسط يجي السنة الجاية ممتاز عشان يأخذ علاوة، لكن لما تجي تحط الضعيف 100% والممتاز 100% يجون سواء. قال ذاك والله أني اجتهدت وأن فلان بليد وأنه مثلي، أجل سواء نصير بلدا ما دام القضية سواء. فيأتي المدير ويجيب نقاط التقييم ويضعها، وفي نهاية السنة يعطى للموظف العلاوة الدورية على ضوء عدد العلامات. ففي واحد مدرس من أول السنة ما يحضر في طابور الصباح ولا يجي الحصة الأولى إلا قد راح منها نصها، وإذا صفرت فقبل أن تصفر بربع ساعة قدوا على الباب، كل شوية يتلفت المراد، وبعدين من يوم صفر وهو يمرس ويروح ويجلس في الإدارة، وبعدين صفرت والمدير تقول له ها بدأت العصة يا إخوان، قال طيب طيب طيب، وجاءك يسحب نفسه يلا يبغى يوصل الفصل بعد ربع ساعة، وإذا دخل قال ها ايش عندكم يا أولاد، من اللي عنده خبر جديد، سمعتوا أخبار جديدة؟ قالوا يا أستاذ درس قرآن، قال صحيح قرآن لكن بعدين يا أخواني خلوا بس نشوف يعني ايش الأخبار الجديدة، وبعدين المهم يفوت العصة يبغى يمشيها بأي وسيلة. وبعدين جاء واحد من المدرسين من زملائه قال له يا أخي أنت مهمل في دوامك، مهمل في أدائك، مهمل في تدريسك، ليش يا أخي هذا الإهمال؟ قال يا شيخ يمكن المدرس آخر المدير يضعني آخر السنة ضعيف، يمكن، ولهذا أنا بأخذها من الحين، أنا بصير ضعيف من الحين، ليش أتعب نفسي وبعدين يحطني ضعيف في آخر السنة؟ أنا برقد، أنت بتحضر وتشتغل وتتعب وخاف إنك آخر السنة يحطك ضعيف، وأنا جبني برقد لأني يمكن يحطني ضعيف، أجل بأخذها من الآن. بالله إيش رأيكم في هذا المدرس؟ هذا مجنون ولا عاقل؟ مجنون. نقول لك يا مدرس أنت واجبك أن تعمل، وواجب المدير أن ينصف وأن يعطيك بالميزان مثل ما تعمل تأخذ، أما أن تهمل على أمل أنه يمكن يعطيك ضعيف هذا غلط. ومثال آخر يقرب المعنى أكثر، مدرس دخل على طلابه من أول العام الدراسي وبدأ يعني يصنفهم إلى مجموعات وفئات، الطيبين يخليهم ورا بعيد، والتعبان يقربهم منه علشان يعطيهم أكبر يعني اهتمام ويركز عليهم حتى يعني ينتشلهم من وضعهم إلى وضع أحسن. وبعد ذلك دخل عليه يوم من الأيام مدير المدرسة واختبر الطلاب وشاف مستواهم، انبسط، قال له يا أخي الطلاب عندك كم؟ قال 30 طالب. قال كم تتوقع نسبة النجاح فيهم وكم تتوقع نسبة الرسوب؟ فالمدرس بحكم معرفته للطلاب درسهم عرفهم واحد واحد وعرف الطيب والبطال، قال أتوقع أن ينجح 28 طالب وإن في 2 يمكن يسقطوا، وهو يعرفهم المدرس. فواحد من طلاب الفصل يوم سمع هالكلمة بطل مذاكرة وبطل دروس ولا عجح الواجبات، ولما جاء آخر السنة وسقط قالوا له ايش بك سقط؟ قال المدير قال في اول السنه ان في 2 بيسقطون، خفتني لا يكوني واحد منهم، ان المدير يقول ان في 2 بيسقطون فتوقعت اني واحد منهم، ولذا ليش اتعب نفسي بالمذاكره وبعدين اسقط في اخر السنه؟ ما دام في 2 بيسقطون يمكنني منهم، طيب ليه ما يمكن انك من 28 اللي بينجحون؟ لكن انهزام الانسان
أمام شهواته وحبه للخلود والراحة والبسطة والأغاني والأكلات والنومات والتمشيات، هذا يجعله يقول يمكنني شقي. لكن لو أنه أخذ بالعزيمة واحتمل أن يكون إن شاء الله سعيد. وبعدين قضية كونك شقي ولا سعيد في الأزل هذه ما هي من أخبارها، هذه ما هي داخلة في دائرة اهتماماتك. إيش اختصاصك أنت؟ اختصاصك أن تطيع الله ولا تعصي، بس هذا اختصاصك. وعندك يقين بعد هذا أن الله لا يظلم مثقال ذرة، بس. أما تبعد تبحث في علم الله وإيش كتبني يا ربي شقي ولا سعيد، ما لك شغلة إن شاء الله. أنت عبد خلقك الله بعبادته وبين لك الطريق إليه وأعطاك القدرة على السير في الطريق، سير في الطريق. وبعدين عندك عقيدة أن من ضمن صفات الله العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة ما يظلم كافر. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا يضيع الله عمل عامل، بس امش في الخط الصحيح واعمل عملا ووفر فيه شروط القبول، وهي الإخلاص لله والمتابعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن شيء ثالث مهم الناس يهملونه. الله عز وجل ما ينفعك العمل في الآخرة إلا بانتفاء الموانع وإبعاد المبطلات، لأنه قد تعمل عمل صالح أردت به وجه الله مخلصا وسرت فيه على هدي رسول الله مقتديا، ولكن بعد ما سويته أفضل نسف. كيف تنسف العمل؟ بمبطلات كثيرة، منها الشرك ومنها الرياء ومنها المن والأذى ومن كثير، حوالي أكثر من 30 مبطل، وسوف هذا يكون إن شاء الله موضوع دروس قدام بإذن الله. مبطلات العمل، إيش اللي يبطل عملك؟ إيه تعمل عمل زين لكن بعد ما تغلق تروح عند الباب تنسى. يعني واحد يصلي صلاة ممتازة وبعدين يروح لك يعلم بها الناس أو يرائي بها الناس ينسفها. واحد يتصدق صدقة ويخفيها وبعدين يروح يعلم، كل ما لقي هذا من عليه، هذا أبطل صدقته. ولا تبطلوا أعماله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تؤذي هذا الذي صدقت عليه أو تمن عليه كل ما لقيته. فدورك ومسؤوليتك انك تعمل عمل صالح وتترك السيئات والمعاصي، وبعدين يكون عندك يقين وجزم ان الله لا يظلمك ابدا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. هذا الجواب قلته لاخي الكريم الذي سألني، واقوله لكم ليكون جوابا حاضرا في اذهانكم على من يقول لو ان الله هداني، نقول له قد هداك الله لكنك ما تبقى، خلاص ما تبغى تهتدي، طيب فلا يحزنك الكفر، استمر خلك على قوم. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كان بودي هذه الليلة أن يكون الكلام على سبب من أسباب عذاب القبر، لأن بقي عندنا سببين، لكن كثرت الأسئلة وبمراجعتها وجدت أنها مهمة جدا، وأن إهمالها ليس في المصلحة، فإن الأسئلة تنبع من حاجة. هذا الذي يسأل سؤال معناته أن في قلبه حياة ويريد أن يلبى عليه في سؤاله، فوجدت أن الضرورة تقتضي أنني أجيب على الأسئلة وأؤجل الموضوع الذي سوف نأخذه هذه الليلة إلى الأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، يقول ما رأيكم في من يجمع في سيارته وفي بيته الأشرطة الإسلامية وأشرطة الأغاني ويسمع هذه فترة وهذه فترة؟ أذكر طريقة تبعدني عن الأغاني شوية شوية، ما في شوية شوية. إيش رأيك لو أنك عندنا ويتشب في طرفك وقعدت تطفيك شوية شوية؟ ها تقول طفني شوية شوية ولا تقول كب علي بعدي من النار؟ أنت الآن تغني وواقع في طريق النار، أمطك شوية شوية ولا أخذك بقرابعك وارجمك بعيدنا؟ ما في شوية شوية، تب إلى الله بسرعة بدون شوية. ما يصلح تحط أغاني وقرآن. يقول ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وفي الحديث ابن مسعود يقول، والحديث مرفوع وقيل موقوف على ابن مسعود، قال لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد مؤمن.
والذي يجتمع يبغى يغني ويبغى يعني يستمع أشرطة إسلامية، النهاية الغلبة لمن؟ للأغاني، لأن القرآن ما يحل في القلب الخرب. القرآن نظيف. الآن لو جبت نجاسة وطيب وحطيت هذه ضرورة، إيش اللي يقعد في الضرورة؟ النجاسة والطيب يتبخر، ما يجلس، ما يتعايش مع أصله. الحق لا يتعايش مع الباطل، ما تجلس كلها في إناء واحد كما يقول بعض الناس، يقول ساعة ربك وساعة لقلبك، هذا شرك. ما في ساعة ربك وساعة لقلبك، الساعات كلها لله، لأن الله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي حتى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالساعات كلها لله، الصلاة لله، والأكل آكل لله، والنوم أنام لله، واليقظة أستيقظ لله، والعمل في المكتب لله، والدراسة لله، والنزول للسوق لله، والنظر لله، والتأمل كل شيء في حياتي لله. يقول ابن مسعود، يقول إني أحتسب على الله نومتي وقومتي. أما التشريح والتجزئة في الدين، ساعة قلبك ساعة ربك، صلي شوية وغني شوية واسحبني شوية شوية مثل ما يقول أخونا، هذه ما تصلح. فما يجوز لك يا أخي المسلم، يا من تسمع الأغاني، أن تجمع بينها وبين الأشرطة الإسلامية. ونقول لك تب إلى الله واجمع الأشرطة هذه الخبيثة في سيارتك أو في بيتك، واذهب بها إلى الاستوديو الإسلامي وخلهم يغيرونها، واسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن استمريت على هذا خطر، خطر رأسا، لأن الشيطان يستفزك بالغناء. يقول الله عز وجل، يقول واستفزز عليهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ايش صوت الشيطان؟ هذه بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. يقول ارجو من اصحاب التسجيلات عن وبيع الأشرطة الإسلامية عرض هذه التسجيلات يوم الجمعة او في يوم الثلاثاء او بعد الندوات لتعم الفائدة على الناس، لان معظم الناس لا يعلم ان هناك أشرطة دينية. هذه الحقيقة الأخ جزاه الله خير يلفت النظر إلى هذا الأمر، وهو مهم حقيقة. أنا رحت الرياض ورحت جدة ورحت مكة، ولاحظت يعني عقب كل محاضرة أو ندوة أو كل مسجد نخرج نجد يعني سيارات واقفة، وعليها طبعا عنوان المحل المرخص له من قبل السلطة، أنه ما يصح كل واحد يبيع أشرطة، لا، لابد من مسؤولية تركز على واحد يبيع، حتى لا يبيع لنا أشرطة فيها سم وفيها شيوعية وفيها إلحاد وفيها شيعية وفيها زندقة، لا، لابد من تحديد المسؤولية في واحد يبيع أشرطة إسلامية تدعو إلى الله. يجيبون سيارات وعليها مكتوب غير، مثلا تسجيلات الهدى، تسجيلات الفرقان مثلا، والسيارة عليها لوحة ومسؤوليتها، وبعدين يجي الواحد يجلس يبيع الأشرطة الإسلامية. هذه طيبة جدا، بعد الندوة وانت خارج تجد كشريط تأخذه، يمكن يبعد عليك المحل، وشفتها في الرياض وفي مكة وفي جدة لكنها غير موجودة في أمان. يقول الأخ السائل، ما رأيكم في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ كتاب فقه السنة لسيد سابق كتاب جليل، ومن أعظم الكتب التي ألفت في الفقه الإسلامي لاختصاره وشموله واحتوائه على الدليل، فإنه ما يريد مسألة لا يحط الدليل فيها ويخرج الحديث، غير أن هناك مؤاخذات عليه. ومن هو الذي ليس بمؤاخذ؟ أبدا، كل يأخذ من قوله ويرد. فهناك عدة مؤاخذات عليه في موضوع اللعب وموضوع الحلق اللحية وموضوع الأغاني، يعني كانت له آراء قالها في زمن وطبعت في كتبه، وهذه الآراء رد عليه العلماء فيها. فأنت إذا استطعت أن تشتري هذا الكتاب اشترى واستمع ما فيه، لكن احذر من آرائه بهذه الأمور الثلاثة، رأيه وفي الحجاب، رأيه في الحجاب، ورأيه في الغناء، ورأيه في اللعب، ورأيه في حلق اللحية، لأنه قال الكتاب وألفه في وسط اجتماعي، يعني لو أعطاهم يمكن الحكم الشرعي الكامل في الموضوع يمكن يرفضون كتابه، فلعله ترخص أو تجوز ببعض الخلافات، لكن ما في ترضي. الدين ما في أنصاف حلول، ما في إلا قال الله وقال رسوله، من يرضى يرضى ومن يعي يصبر وبيعين الرضا بعدين. يقول هل تكرر العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ فيه شيء؟ ما في شيء، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعتمرون في الشهر أكثر من مرة، وقد ذكر هذا ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ولكن بشرط أن ينشئ لكل عمرة سفرا مستقلا. أما من يكون في مكة يجي يأخذ عمرة وبعدين يخرج من الحرم ويروح يحرم من التنعيم ويجي، هذا كرهه أهل العلم وقالوا لا دليل عليه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط تطيبا لخاطرها، لأنها دخلت
وبعدين حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في الحج، فشعرت هي بنقص أن صويحباتها أخذوا عمرة مستقلة لأنهم كانوا متمتعين وهي أخذت عمرة قارنة في الحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها وأن تحرم من التنعيم من مسجد عائشة الآن تطيبا لخاطرها فقط. فمن كان له ظرف مثل ظرف عائشة يمكن، أما أن يخرج كل مرة يروح بعضهم يأخذ في اليوم 4 عمرات، قال هذه عمرة وهي عمرة. يقول إن ذهابك من بيت الله إلى مكان التنعيم ورجعتك ليست كأجر لو طفت بالبيت وجلست تتعبد المسجد. أما إذا جيت إلى أبها وأخذ أخذت عمرة قبل 15 يوم وجيت إلى أبها وجاك غرض ثاني لمكة وذهبت وأخذت عمرة فلا شيء بذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، والحديث في الصحيحين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولحديث في السنن تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة تقتضي التكرار فإنهما ينفيان من عن المرء الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. خبث الحديد خرج خارج الميقات. نعم. وهل للعمرة طواف وداع؟ اختلف أهل العلم في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، فقال مجموعة من العلماء إن فيه وداع وإنه واجب. قلنا الدليل، قالوا الدليل القياس على الحج، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فنحن نقيس العمرة على الحج لأنها فيه تشابه في أحكامها. وقال آخرون لا نوجب على الناس أمرا لم يوجبه الله عليه، لأن العبادات الأصل بها التوقيف وعدم القياس، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أجل يجب عليهم، لكن ما قال لهم بالعمرة وهو اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنه اعتمر وأنه أخذ طواف الوداع في ذلك، فدل ذلك على أنها للاستحباب، فمن طاف وداعا فهو أفضل ومن لم يطف فلا شيء عليه. والأول يرجحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والثاني يرجحه مجموعة من العلماء من أعضاء هيئة كبار العلماء. إذا أذن الفجر وأنا أصلي الوتر فهل يحسب لي وترا، علما بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت؟ الحمد لله الوقت الآن معروف عن طريق التقويم، أليس كذلك؟ فإن أذن للفجر وأنت تصلي الوتر وكان هذا الأذان على التوقيت، فمعنى هذا فاتك الوقت الشرعي لأذان لأداء الوتر وعليك أن تقضيه قضاء. وش القضاء؟ تقضيه شفعا، فإذا كنت توتر واحدة تقضي ثنتين، والقضاء يمتد معك من بعد ما يأذن، إن بغيت تقضي بعد الأذان بعد الصلاة بعد في الظهر معك طول اليوم. وإن كنت تصلي 3 فتوتر فتقضي شفعا 4، وإن كنت توتر 5 فتقضي 6، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر من الليل 11 ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل قضاه 12 ركعة. أما إذا تيقنت أن هذا المؤذن يؤذن قبل الفجر المعلوم في التوقيت فإنك لا تنتبه له، وعليك أن تصلي وترك وأنت أديته في الوقت الشرعي، لأن الفجر يدخل بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن. بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت، هذا ما علينا منه، ولهذا كان أحد السلف إذا سمع المؤذن يؤذن قبل الوقت يقول الصلاة خير من النوم، قال كذبت، إن الصلاة ما هي خير من النوم في هذا الوقت. ليش؟ لأنك توجب على الناس أن الصلاة خير من النوم وهو لسه ما طلع الفجر، لا تقال هذه الكلمة يعني التذويب إلا بعد طلوع الفجر. إذا دخل الخطيب يوم الجمعة للخطبة يجوز أن نقول عند سماع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه؟ نعم يجوز، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقل اللهم صل وسلم عليه، فإنه ليس من الذكر المخالف لمضمون الجمعة والخطبة. وإذا ذكرت الجنة والنار هل يجوز أن نستعيذ بالله من النار أو نسأل الله من فضله عند ذكر الجنة؟ نعم. وما حكم التأمين عند دعاء الإمام حينما يسمع الإمام يدعو؟ التأمين مطلوب ومشروع، لكن رفع اليدين هو الذي ما فيه دليل. إذا كان يوم الجمعة والإمام يقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين، من محقق أن تقول آمين، لكن رفع اليدين لم ينقل، ولو فعل لنقل، ولما لم ينقل دل على عدم مشروعيته إلا في واحدة، إلا في الاستغاثة. إذا قال الإمام اللهم اسقنا واغثنا فيشرع له رفع يديه ويشرع للمؤمنين رفع يديه، وقد نقل هذا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما استغاث بالناس في المسجد يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يؤمن الإنسان، ما ورد بالشرع يعني حد معين برفع أو خفض، ما يمنع تأمن، أما نقول الأمن بشويش ولا بالقوة، يعني القوة طبعا بما لا يشوش أو يخرج عن العرف. هل يجوز أن أصافح والدة زوجة أبي وخاصة إذا كانت كبيرة في السن
زوجة أبوك يعني أمك هذه. في ناس يسوون أسئلة يبغون يختبرون ذكاء الواحد. زوجة أبوك هي أمك أو عمتك إن كان لأبوك ثنتين. لامرأة أن تذهب مع رجل وزوجته وهي وهو غير محرم لها إلى داخل المدينة كالمدرسة أو المستشفى بعد موافقة زوجها، ما في ذلك شيء إذا لم تترتب على ذلك خلوة ولا سفر، لأن المشروع المحرم بالشرع أمرين: إما خلوة ولو متر واحد لا يخلو أحد من امرأة، أو سفر ولو باليوم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، هذا حرام. لكن إذا كانت الانتقال مثلا من البيت إلى المستشفى، امرأة في البيت واتصلت بزوجها وقالت أنا مريضة، قال أنا ما أستطيع أجي، قال الطيب آل فلان بيروحوا المستشفى، بيروحوا ومرته تسمح لي، قال أما عندي مانع تمشي، لأن المسافة من البيت إلى المستشفى قليلة ولا يتوقع فتنة ولا في خلوة معها امرأة. فهذه إن شاء الله ما فيها شيء. لا تسألني أسئلة منطقية كلام، الله يجيبك، لأنك لو فتحنا هذا الباب قام كل واحد يسأل وحول المسجد إلى حرج. لكن من عنده سؤال يكتب. بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم، أنا رجل مذى ويعتريني المذي في وقت لآخر، وقد حصل أن أحسست به وأنا بالصلاة أكثر من مرة، فما حكم المذي الذي يخرج مني، وما حكم الملابس التي يقع عليها المذي، وما حكم الصلاة التي اعتراني فيها شيء من هذا المذي، مع العلم أنني لا أحصيها وأنا على هذه الحالة لأنني أجهل الحكم. يقول: مرت بحالات أجهل الحكم فيها. المذي سائل لزج يخرج من الرجل عند التفكير في النساء ويخرج من غير دفك ولا لذة، بينما المني سائل لزج كثيف يخرج من الرجل عند الجماع دفقا بلذة. وحكم المني أنه طاهر إذا وقع في الثوب ولكن يجب به الغسل. أما المذي فهو نجس يجب أن غسله من الثوب والوضوء منه ولكنه لا يجب منه الغسل، تتوضأ. وبالنسبة للملابس التي يقع فيها شيء من هذا يجب غسلها. وبالنسبة للصلوات التي صليت فيها وأن تعرف أن نزل منك شيء فعليك أن تقضيها ما دمت تستطيع أن تحصيها. هنا يقول أنني لا أحصيها، لكن حاول أن تجمع يعني تستطيع أن تتذكرها. فإذا لا تستطيع أن تحصيها مرة واحدة فتتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب عليك. يقول: أنا شاب وبصحة جيدة، ولكن أصابني تمزق في العضلات، وذلك نتيجة لعبة كرة القدم، ولقد ذهبت للعلاج الطبيعي ونصحني الدكتور بأن أصلي وأنا جالس، مع العلم بأنني أحس ألم شديد حالة السجود والركوع، ولكنني لا أصلي والحمد لله الآن إلا وأنا قائم، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا الرجل ذهب يلعب كرة القدم ليش؟ علشان يتقوى الرجال، دينا بغى الربح فعود رباح، بغى يظل قوي فتمزقت عضلاته. ليتك ما لعبت كرة وقعدت رجالا كذا. أما وقد لعبت وتمزقت عضلاتك فإنه تصلي بحسب الحالة التي تستطيعها، فإن كنت تستطيع أن تصلي قائما فصلي قائما، وإن نصحك الطبيب أن تصلي جالسا والطبيب موثوق في دينه ويعرف قدسية الصلاة وأهميتها وتعرف أنك أنت ما تستطيع فصلي جالسا. أما إذا كان تقدر تصلي وتعرف أن الدكتور هذا ما يعرف الصلاة بل يبغاك تبطل منها مرة واحدة فلا تطيع، لأنه لا يؤخذ بقول الأطباء فيما يتعلق بالدين إلا إذا كانوا مسلمين ومؤمنين ويعرفون قدسية الصلاة. لأن بعض الأطباء ما يصلي، يقول لك لا تصلي عشان مثله ما يعيش بحكم الصلاة إنها كفر تركها. أين يقول الأخ: أعاني من مشكلة الاختلاط مع عمي وأولاده لأننا نسكن في بيت واحد ولا يوجد عندنا سوى هذا البيت، ونحن في قرية صغيرة مع عدم تطبيق الحجاب. عمي يقول أني أنا مع عمي أخو أبوي كأنه لربه وأولاده، وعندهم بنات عمي طبعا ما يحل أنه يكشف عليهم. نقول لك اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، وأنت بحكم كونك صغير ومع عمك وفي بيت عمك والبيت صغير لا تستطيع أن تلزمهم بالحجاب، ولكن تستطيع أن تلزم نفسك بالحجاب. كيف؟ تغض بصر، إذا جيت تأكل خلك جالس كده، لا ترفع رأسك في بنت بنات عمك أبدا بأي حال من الأحوال، لأنك إذا رفعت بصرك وقعت بالإثم، وإذا غضيته وشعرت بأنك باستمرار تغض بصرك فإنك تشعرون بأنه لازم يتحجبون، وسيأتي يوم من الأيام تفرض عليهم بهذا التصرف أن يتحجبون إن شاء الله. يقول: أنا شاب وقعت في جريمة الزنا والعياذ بالله مرات، أفدني هل لي توبة؟ لأنني أريد أن أرجع إلى الله من هذا المسجد. نقول:
نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردك إليه وجميع المسلمين ردا جميلا. وبارك الله فيك ما دمت تريد الرجعة إلى الله، ولك توبة يا أخي، وتوبة عظيمة جدا. كيف التوبة؟ توبة يبدل الله فيها سيئاتك حسنات. وهذا الموضوع كتب لي فيه أحد الإخوة كتاب يقول فيه: إنني أحبك والله بالله، جزاه الله خيرا وأحبه الله. وقد ورد في سؤال لك على حول التوبة من جريمة الزنا، قلت إن الله تعالى يبدل سيئات الزاني حسنات، بل ملايين الحسنات. أنا قلت يوم في الأيام إنه إذا لك مليون سيئة ربي يمسحها ويجعل بدلها مليون حسنة. الأخ له رأي يقول: أنا لا أعترض على الآية ولا على كرم الله ولا جوده وفضله، ولكنني سمعت قولا لأهل العلم أن الحسنات المقصودة التي تبدل للتائب والتي في سورة الفرقان المقصود منها أن الله يغفر ويعفو عن عبده الماضي، وهذا فضل من الله وجود وكرم. أما أن يبدلها ملايين حسنات فلا، ليس لأن الله كرمه محدود أو محذور أو قليل، ولكن لأن صاحب هذه الكبائر لا يستحق ملايين الحسنات، بدل كبائر عملها وحسبه ويكفيه أن الله قد غفر له وعفى عنه وقبل توبته، وهذا فضل من الله ونعمة وكرم. ثم إن بعض ضعفاء النفوس، هذا كلام الأخ، قد يستغلوا هذا الكلام فيتمادون في طغيانهم بحجة أنهم سوف يتوبون ويبدل الله سيئاتهم إلى الحسنات، سيما وأن الناس يحبون ندواتك ويقتنون أشرطتك ويثقون في أقوالك، وهذا فضل من الله عليك. فأرجو أن تنبه على هذا الموضوع بندوة أخرى. أولا، جزى الله هذا الأخ خيرا، وأقول له إن هذا القول الذي ذكرته ليس هو القول الراجح في قول أقوال أهل العلم في هذه المسألة. صحيح قاله بعض أهل العلم، ولكن الذي رجحه ابن كثير في تفسيره عند كلامه على هذه الآية خلاف ما ذكر، وقال: والصحيح، والقول الثاني، قال والقول الثاني الصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله أن الله يبدل السيئات حسنة بعددها. طيب وش الدليل؟ قال: الدليل ما رواه مسلم. اسمعوا الحديث صحيح، ما عاد فيه كلام، إذا ورد نهر النقل بطل نهر العقل، هل عقلك يضعف؟ قال: ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله أعرض عليه صغار ذنوبه. آخر من يخرج من النار، يعني وآخر من يدخل الجنة، واحد ذنوب كثيرة لكن الله حرج. قال: فتعرض عليه ذنوبه وترفع عنه الكبائر، يورأ الصغار بس، فيقال: هل عملت كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، لأن إذا أنكر طلع الشهود منه، وهو مشفق من كبار الذنوب. يقول: هذه الحين سألوني عن الصغار، كيف ذكر كبار؟ سألوني عن النظرة، سألوني عن الضحكة، سألوني عن الدرياء، سألوني كيف ذاجة الكبيرة. قال: وهو مشفق من كبار ذنوبه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. هذا نص في الموضوع، مكان كل سيئة، يعني من الذنوب اللي عديناها لك، ما هي من الذنوب اللي مستقبل بسويها، لا، الذنوب التي عملتها. عملت كذا يوم كذا؟ قال: نعم. عملت كذا يوم كذا؟ قال: نعم. فيشفق من الكبار لأنه هناك الصغار. قال: فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي قد عملت أشياء كبيرة ما شفتها. شوفوا الحين بدي يقول: هاتوا الكبار، مدام بدالها حسنات طلعوها لي. سبحان الله. قال: فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. كان يتصورهم يسألون: انك عملت كذا يوم كذا؟ يتصور ان فيها علقة، فخايف ويقول: كيف لو جاب الكبار؟ ويوم درى ان مع كل سيئة حسنة قال فيه اشياء ما جبتها، فين هي يا ربي؟ جيبوها كلها علشان ايش؟ طيب نجيبها علشان ناخذ بدالها حسنات. هذا جواب عليك يا أخي من الحديث الذي رواه الإمام مسلم بالصحيح. ارجع إلى صحيح مسلم وارجع إلى تفسير ابن كثير لتجد هذا الحديث صحيحا عن أبي ذر. وذكر ابن كثير حديثا آخر يرويه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، ويقول: جاء رجل كبير هرم قد سقط حاجباه على عينه. حاجباه هذه من كثرة طول سنه وعمره قد طاحت على عينه. فقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر
يقول أنا غدرت وفجرت ولم أدع حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، لو قسمت خطاياه بين أهل الأرض لأوبقته. يقول سني كبير حتى طاحت جفوني على عيوني وأنا في المعاصي، ما تركت حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، لو قسمت ذنوبي على أهل الأرض لأوبقته. فهل لي من توبة؟ يسأل هل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأسلم؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له فإن الله غافر لك ومبدل سيئاتك حسنات. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ يقول شيء ما يتصور العقل، أين هذه نوديها؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر ويهلل ويقول لا إله إلا الله الله أكبر. فهذا الحديث والذي قبله نص في القضية. أما أن يقال إن إذا قلنا للناس إن الذنوب تبدل سيئات فيتمادون فهذا ليس بصحيح، بل إذا قلنا إن الذنوب تبدل إلى حسنات هو الذي يدفعهم إلى التوبة، أليس كذلك؟ لما يعرفون فضل الله عز وجل يسارعون إلى الله بالتوبة. فهذا القول، وعلى كل جزاك الله خيرا، وقولك الذي ذكرته وقلت أنك سمعت من أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، ذكر عن مجاهد وذكر عن عكرمة، ولكن الذي رجحه أهل العلم والمحققون منهم ما استوى مع الدليل وما وافق نص الآية، فإن نص الآية قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وقضية الإبدال هو إخفاء شيء ووضع شيء، فالله قال يبدل الله سيئاتهم، يبدلها إيش؟ حسنات. فدل بالمنطق والعقل والدليل أنه يبدلها التي كانت تعمل. أما أن يغفرها رب العالمين فهذا فضل منه، وقد أخبر فئة أنه يغفرها، لكنه كريم يغفرها ويبدلها. وش عليك طيب؟ إيش ناقص منك؟ ربك كريم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يقول الأخ أعد لنا حفظك الله قصتك مع الشاب المدخن. قصتي مع الشايب، مع الشايب المدخن، الشايب. قصتي مع الشايب المدخن، كنت في طريقي من العمرة إلى أبها، ووقفت في الطائف أمام راعي بنشر علشان يزود الهواء، لأني كنت ألاحظ أن في كفرات السيارة نقص. وبينما البنشري يعبي وأنا يعني ماشي على سفر ومعي أهلي، رأيت شايبة يبلغ يمكن 70 أو 80 سنة قد حلق لحيته وشنبه، لأن اللحية تستر الرجل إذا بده شايب ولا شاب، لأن إذا هو شاب وحلق لحيته شوهته لأنها تشبه بجنس ثاني، وإذا هو شايب وأبعدته أبعد لحيته طلعت تجاعيد وجهه وشبهته كأنه كهلة كذا، ولكن إذا بده مستور بلحيته فاللحية ستر. فهذا الرجل مجعد الوجه ومحلوك ومدخن الدخانة كذا، وبعدين من الغليظ هذاك. فجيت إلى عنده قلت طيب أنا ماشي الآن وهذا مسكين مسلم، ليه ما أنصحه؟ أليس الله أمرني بأن أمر بمعروف؟ فتأثما جيت لعنده وبدأته بأحسن أسلوب، قلت له السلام عليكم وإني بشر وجه، قال عليكم السلام. قلت بارك الله فيك وفقك الله ونور الله بصيرتك، أنت من أهل الخير، شوف نور الإيمان في وجهك، وأنا ماني ما بحبه والله لكن أبغى لعل الله يهديك. قلت نور الإيمان في وجهك، وأنت مد الله في عمرك وأجلك في حياتك، ذهب الشباب وشره وذهب الطيش والجنون، والآن جاء المشيب وخيره، الآن تقتل ثمرات عمرك، تتوب إلى الله تستغفر إلى الله، وأنا مسافر وشفتك تدخن فيعني حزنت عليك، وشف السوق الناس كلهم يدخنون، ما كلمت واحد منهم، ما كلمت إلا أنت، لأن النور في وجهك وأنت غريب يعني، ومفروض أنك ما تكسر بالدخان. أنا كنت أتصور بعد هذا الأسلوب الجميل العظيم أنه أقل ما يمكن أنه يقول لي، لو كان أفجر خلق الله أن يقول لي من باب المجاملة ومن باب الحياء جزاك الله، هذه كلمة ما تكلف شيء، وأنا بقول الله يوفقنا وياه. لكن تدرون إيش قال لي هذا الشايب؟ الله يهديه وجميع المسلمين. قال لي عجيب كذا هزرات، عجيب أنت مطوع؟ أيوة روح روح أنت فاضي ما عندك شغل امشي، ويقول بيدك كذا. الحقيقة يوم قالها أفلحت له، يعني الهدوء ذاك والموضات يعني والكلام الزين، وانقلب صبيح جني. اي نعم، وحصلت في راسي مثل الكهرباء دخلت في رجولي كذا. اي نعم، وقدني اتلفت كيف انا اعطيها يعني امل، وفعلا بضربه لانه شايب ولا باني شجاع، لكن يستحق ضرب ذاك الشايب. المهم ولكن بورط معه، ان ضربته بيمسكوني وبدوني الشرطه واهلي بالسياره وانا على سفر،
المهم قلت من شانه شوف قال نعم قلت بإمكان أني أنتصر لنفسي من هذا الكلام ولكن أحولك على من ينتصر لي منك يوم القيامة وأني أقوم أني أخليه ونسأل الله أن يهديه إن كان حي وأن يتوب عليه إن كان قد مات. يقول يفوتني باستمرار أو دائما الوتر وبعض السنن مع أنني لم أترك فرضا ويفوتني الوتر والسنة ليس عمدا ولكني أظن أنني أقوم آخر الليل فأنا فإذا جئت لأفعل الصلاة الوتر بعد العشاء قلت أقوم هذه الليلة وأنا وأضعف فما الحكم؟ نقول لك ما دمت تعرف أنك على هذا الوضع فعليك أن توتر أول الليل لأن المجازفة بالوتر فيها خطورة عليك لأن الوتر من آكل السنة فأوتر أول الليل وأنوي أن تقوم فإن مد الله في عونك وأيدك وقمت آخر الليل فاكتفي بما أوترت أول الليل وصل ما بدا لك آخره ولا شيء عليك ولا داعي لأن تفعل ركعة مثل ما يقول بعض الناس وتشفع بها الركعة الأول اللي في نص أول الليل ركعة في الشرق وركعة في الغرب ثم تجيب بعدها ثم توتر تصير وترين لا اكتفي بالوتر الأول والخير لا يمنع من الخير أما اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإنه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الإيجاب كما سمعت الشيخ محمد عبد العزيز بن باز يقول هذا. يقول رجل مصاب بالقشرة وهو شديد جدا ويكثر حكه بالصلاة فما حكم صلاته؟ عليه أن يعني يقاوم ويصبر عن الحك ما استطاع لأن الحك يؤدي إلى إزعاج المصلين وإلى كثرة العبث فعليه أن يتق الله وأن يسأل الله أن يتوب عليه وأن يصبر ويتحمل فإذا غلق الصلاة في حك رده كلها أجب دقائق الصلاة. يقول رجل صلى بعد أذان المغرب ركعتين وهي ليست سنة كما يقول ابن تيمية من صلى بعد المغرب ركعتين فهو يعتقد أنها سنة فهو مخطئ فصل لنا هذا الأمر. الأمر هذا في حديث في السنن أنه بين كل أذانين صلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء فإذا أذنوا أنت في المسجد وأردت أن تصلي صل وإذا أردت أن لا تصلي فلا تصلي ولست بمطلوب أن لا تصلي ولست بمطلوب أن تصلي لأنه لمن شاء. أما من صلاها بعد الأذان وقبل الصلاة على أنها راتبة ويعتقد أنها سنة فلا. ليش؟ لأنها ما هي من السنن الراتبة. الراتبة للمغرب بعد صلاة المغرب. أنا شاب والحمد لله التزمت وأبلغ من السن 19 عاما ولكنني قلق من شأن أمر هام وهو أنني قد تذكرت أنني قد تركت بعض صلواتي التي لم أصليها فماذا أفعل؟ وأنا كنت أصلي بعض الأحيان بغير طهور. نقول ما دام التزمت وكنت تترك الصلاة وتصلي أحيانا بغير طهور فلا يلزمك إعادة الصلوات الماضية لأن تركك للصلاة الماضية وصلاتك بغير طهور كان كفرا وما دام اهتديت فقد أسلمت والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ونسأل الله أن يتوب عليك في الماضي وأن يثبتك في المستقبل الحاضر. يقول ذهبتم في دعوتكم إلى الشرقية والرياض والوسطى والغربية ونحن في نجران لا نبعد عنكم سوى متر كيلومترات. وين كيلومترات؟ لا 300 كيلو والله لا يهين. فحبذا لو زرتمونا. نعم جزاك الله خيرا وسوف أزور نجران وقد زرته قبل الرياض والمنطقة الشرقية وقبل الغربية زرته مرات ولكن إن شاء الله أزوره بإذن الله. هل للمرأة أن تصلي وقدميها كاشفة؟ هل للمرأة أن تصلي أمام النساء أو أمام زوجها أو المحارم وقدميها كاشفة؟ لا لا يجوز لها أن تصلي وقدميها كاشفة. يجوز لها كشف وجهها فقط وكفيها أما رجولها مغطاة. والدليل ما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع درع ما الدرع درع بالمرأة درع اللي تأخذ به يعني يسميه الشرشف وخمار عن الرأس فقال بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فدل الحديث صحيح في سنن أبو داود أنه يطلب من المرأة أنها ما تصلي وثوبها وشوف رجولها مكشوفة لازم تأخذ لها درع يعني شرشف كبير وطويل وتجلجبة وتخليه يغطي رجولها في الأرض ولا يبدو منها إلا وجهها فقط وكفيها إلا أن يراها أجنبي إذا رآها رجل أجنبي فتغطي حتى وجهها
وكفيها. ما حكم تسريح شعر النساء للخلف؟ ما في شيء. سرحها من الخلف ولا من قدام، المهم لا يراها أجنبي. واحد سألني يقول ما حكم السحاب اللي في الظهر؟ حطه في الظهر ولا في الصدر ولا في الجنب؟ السحاب ما له كلام، المهم لا يبدو السحاب لغير رجال. بعض الناس يشدون في الدين يقول إيش لا تهبون في الظهر إنه حرام. ما أي دليل؟ السحاب هذا من أي وضع، حطه في أي مكان ما في شيء. يقول منزلنا مؤجر على مدرسة، وكان المدرس القائم بالعمل في هذه المدرسة وحيد، والمدرسة في قرية بين القرى، وكان حينما يخرج الطلاب والمدرس لصلاة المغرب، لأن بيتي بجنب المدرسة، أنزل من بيتنا وأفتحها وأخذ منها إعاشة الطلاب، الله لا يهين، التي كانوا يصرفونها للطلاب في الماضي، وأكل منها وأنا في ذلك الوقت جاهل، فما الحكم؟ تسلط على الإعاشة حق الطلاب، حليب ونوقه يعني فاكهة وشيء بلا شربها بير. نقول استغفر الله يا أخي وتب إلى الله، ونسأل الله أن يتوب عليك، لأنك جاهل وصغير، واليوم الحمد لله يعني عاقل، ولأنك يمكن لك في ذاك الشيء نصيب باعتبارك طالب، ويمكن أنك ما لقيت شيء، المهم نعتذر لك إن شاء الله، ونسأل الله أن يتوب عليك. هل يجوز أن أسلم على يد أم زوجتي يعني عمتي، أو على رأسها؟ أم زوجتك في حكم أمك، وهي أنت محرم لها، ولكن السلام على يدها ما غير مستساغ منك، لأن فيه يعني منافاة لكرامتك، ولكن من باب التكريم سلم على رأسها، أما يدها فلا. أما أمك فتسلم على يدها أو على يد أبيك إذا أردت، لأن فضل أمك ليس كفضل عمتك. عمتك لها فضل، أهفت لك مرة صحيح، لكن أمك لها فضل جابتك في الحياة كلها بإذن الله، فلا تسوي بين أمك وعمتك. يقول رجل أعطاني 10 ريال لأشتري له شريطين دينية، ولكن يوجد عندي نفس الشريط الذي يريده، ويوجد عندي جهاز تسجيل، فسجلت له عندي في البيت شريطين وأخذت الفلوس وهي 10 ريال، فهل هذا حلال أم لا؟ أنت عقليتك تجارية تبغى تبيع وتشتري على الضعيف هذا. أنا أقول ما دام وصاك أن تشتري يجب أن تشتري، ولا تروح تسوي استريو علشان 10 ريال، لأننا هذول المساكين اللي فاتحين محلات تسجيل أشرطة فتحوا ليش؟ من أجل نشر الدين الإسلامي، ومن أجل بث التوعية الدينية، وأيضا لهم أتعاب ولهم إيجارات ولهم، فإذا اشتريت شريط ب10 ريال أو شريطين ب10 ريال تساهم في دفع هذا الخير وإلى ترويجه. لكن يوم أنه أعطاك 10 تروح تقعد تشغل شريط مع شريط وتشغل نفسك وتقعد تلفت علشان ما تعطي 10 ريال، نقول روح اشتر بال10 شريطين غير اللي طلبك إياه وأعطه إياها، والثنين اللي أعطيته اعتبرها صدقة وهدية إن شاء الله حتى تبرأ ذمتك. يا أذن الآن يا أخوان. طيب مصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا شيخ أريد حلا، والدي يمنعني من حضور مثل هذه الدروس المفيدة وهذه المحاضرات، ويقول لي ما يدريك لعل هؤلاء يتكلمون خلسة من غير علم المسؤولين، فأنا أحضر دون علمه، وإذا حضرت إلى البيت فإنني أجده غضبان بهذا الفعل مني وكأنني ارتكبت جريمة. أقول لك بوضوح أنه فقع قلبي. لا يا أخي ما فقع قلبك، بل جزاه الله عنك خيرا، فأبوك يحبك ويحرص عليك وعلى مصلحتك، ولا يريد أن تتعرض لشيء، ولكن أكد له وأقنعه واجزم له أنك تجلس في مجالس مرخص لأصحابها من قبل ولاة الأمر. أي نعم، مجلس الشيخ عايض وهذا المجلس والمجالس الأخرى التي دورية، هذه مجالس مرخص لأصحابها ويمارسون هذا العمل بإذن رسمي من قبل الدولة، وفقها الله وبارك فيها وحفظها وهداها إلى الصراط المستقيم. فأقنعه وقل له هذا الكلام، إذا اقتنع الحمد لله، إذا عيى فعليك أن تطيع أبيك، لأن طاعته واجبة، وبإمكانك أن تسمع الشريط الإسلامي الذي يسجل في هذه المحاضرات فتجمع بين سماع العلم وطاعة الوالد. أما أن ترفض أمر أبوك وتجي رغم أنفه وهو غير راضي فإنه ما ينبغي، حتى ولو كان هذا في سبيل طلب العلم، لأنه بإمكانك أن تطلب العلم عن طريق الكتاب أو الشريط وتجمع بين الأمرين، لأن رضا الوالد مطلوب في الشرع، قد يعني يحصل لك عدم بركة في علمك إذا كان أبوك غير راضي،
ولكننا ندعو الأب الكريم هذا الذي جزاه الله خير يحرص على ولده، نقول إن من مقتضيات حرصك على ولدك أن تشجع فيه هذا الجانب الإيماني الذي يدفعه إلى حضور مجالس العلم، وأن تأتي معه ما دام الله هدى ولدك ووفقه وسدده. افرح يا أخي، كثير من الآباء وده يخسر نص ملكه والولد يهتدي، لكن الهداية بيد الله عز وجل. فما دام الله هدى ولدك، إيش رأيك لو إنه يروح بالقهوة، ولا يروح مع المخدرات، ولا يروح مع المغنين والفجرة واللواطة، كانك مبسوط؟ يعني يوم راح للهداية تمنع منها، تبغى ترده إلى الشر؟ اتق الله يا مسلم، اسمع لولدك وتعال معه، وما في مانع أنك تتأكد من نوعية المجالس اللي يجلسها حتى يطمئن قلبك إن شاء الله. يقول الأخ، يقول سمع من بعض المشايخ أن العلم الغير الشرعي ملعون، وبعضنا في أقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ ورد حديث في السنن أنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ومعنى الحديث إن صح أن الدنيا التي لا تعين على الدين ضد الدين ملعونة، واستثنى منها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما أعان عليه، وعالما أو متعلما. فإذا كنت تتعلم الفيزياء والكيمياء والجميع الرياضيات، وهدفك من هذه العلم، من هذه العلوم أن تتخرج وأن تعلم أبناء المسلمين في المدارس الثانوية، فتعلمهم الرياضيات، ومع الرياضيات تسبقها بالدين وتقدم هذه المادة للدين، أنت يا أخي إن شاء الله أجرك كبير جدا، وأن تطلب العلم إن شاء الله لرضوان الله. ولأن العلم هذا واجب أيضا، يقول العلماء إنه فرض عين على الأمة، إذا ما قامت به يأثمون كلهم. نحن بحاجة إلى الطبيب المسلم، وبحاجة إلى المدرس للرياضيات، وبحاجة إلى المهندس المسلم، وبحاجة إلى الضابط المسلم. الأمة الإسلامية أمة متكاملة تحتاج إلى كل التخصصات، فإذا كان الواحد بهذا التخصص يريد خدمة الأمة وسد ثغر من ثغور الأمة له أجر. أما الذي يتعلم هذه المواد وهو ناكم على الدين، ولا يبغى الدين، ولا يبغى الشريعة، ولا يرفع رأسه بالإسلام، ويريد أن يتخرج في مرس منصب ليحارب الدين، هذا هو الملعون حقيقة. أما إذا كان نيتك زينة فأنت تستطيع أن تخدم الدين من أي مجال، ولك أجرك إن شاء الله حسب نيتك. يقول الأخ الكريم، بعض الإخوة أدعوهم إلى إعفاء لحاهم فيقولون إن الله جميل يحب الجمال. نعم صدقوا، والله إن الله يحب الجمال، وجمالكم يا شباب في لحيتكم، والله ما لك جمال إلا بلحيتك. أما إذا حلقتها فقد شوهت نفسك، غيرت خلق الله، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والذي يغير لحيته ويحلقها كأنه يجعل نفسه في أخس تقويم. هل لحيتك ما لا وجهك؟ والثاني يقول، إذا كنت راكب في سيارة وقرأت القرآن وفيه علامة السجود فماذا أفعل؟ أومئ إيماءً، إذا مرت بك سجدة فاسجد إيماء بحسب استطاعتك. إذا لم تستطع أن تصل إلى الأرض، لأنك لو وقفت السيارة وقعدت يسأل عليك كلمة، فاسجد إيماء إن شاء الله ولك أجر. ما حكم الزوجة التي تسب في ظهر زوجها وتلعن والديه، وإذا دخل البيت ضحكت في وجهه وأثنت عليه ومدحته؟ وقد حصل هذا أيها الشيخ، هذه والعياذ بالله مجرمة، هذه منافقة لها وجهين، ومن لقي الله بوجهين كان له وجهين من نار. لا بد من الوضوح. إذا عندها عليه غضب أو عليها مؤاخذات تقول له، تقول أنت سويت بي كذا أو عملت بي كذا، واتق الله. أما في الوجه يعني تمدح، وفي الظهر تسب وتشتم وتلعن، هذه والعياذ بالله ترتكب جريمة من أعظم الجرائم. إيه نعم، وتأكل لحمه في كل حين، وتهديه حسناتها إن كان لها حسنات، أو تأخذ من سيئاته إن كان له سيئات، وكلنا لنا سيئات. فيه زوج يمنع زوجته من زيارة أهلها، ولكن يقول لها زوري أهلي، فماذا تقول له؟ نقول له لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من زيارة والديها وأهلها إلا إذا وقعت فتنة. إذا كان تعرف أن إذا راحت لها تفسد جاز لك منعها، ولكن مع هذا يجب أن تروح أيضا معها لتحول بينها وبين الفتنة، لكن لا تخليها. أما أن تمنعها على الإطلاق وكل يوم توديها لأهلك وتمنعها من أهلها، فهذا لا يجوز، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف التي قال الله فيها وعاشروهن بالمعروف. فكما تحب أنت أن تزور أهلك، هي أيضا تحب أن تزور أهلها، ومقتضى الحقوق التساوي في ذلك. ما حكم الإسلام في من يفضل بين أبنائه دائما، خصوصا مع وجود الأولاد البالغين وأولاد صغار كذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يثني وأن يفضل
بعض أبنائه على بعض خصوصا في حضرتهم، ولكن بإمكانه أن يسر للطيب منهم، الطيب المهتدي يمسك على جنبه، لأن هذا يحطم في نفوسهم شيء ويوجد حقد على أخيهم هذا. إذا قدم جالسين قالوا والله ما فيكم إلا فلان مبروك، ولا أنت بقي الله يقلعكم ما فيكم خير، قالوا أجل ما دام الله يقلعنا فانتهيت الله يقلع أهواه. لا لا لا، قل أشد بهم في المجالس، قل كلهم بركة وكلهم فيهم خير والحمد لله فيهم صلاح، وأسأل الله أن يهديهم، وتأخذ الطيب إذا تقول ترني راضي عنك خصيصا، ترى كنت ملاعين لأنك في الطريق، وتمسك البطال تمسك تقول يا أخي يا ولدي شوف أخوك أحسن منك أو أخوانك أحسن منك، أبغاك تصير مثلهم، بينك وبينهم يعني دو نوع من الحكمة. أما التحطيم أمام الآخرين فهذا ما يعالج، وإنما يوجد مشكلة. ذكرتم حقوق المرأة وحقوق الرجل، أليست هناك حقوق مشتركة؟ نعم في حقوق مشتركة وأنا نسيتها حقيقة. فالحقوق المشتركة بين الزوجين، أولا حل استمتاع كل منهما بالآخر، فإنه يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة ويحل لها أن تستمتع به، هذه حقوق مشتركة. ثانيا ثبوت التوارث، فإنه بموته وبموتها يثبت التوارث إذا ماتت قبله أو مات قبلها، حقوق مشتركة. بعدين ثبوت نسب الولد، يثبت نسب الولد له ولها بالزواج. أيضا المعاشرة كما قلنا بالمعروف، فكما هو مطلوب منه أن يعاشرها، أن يعاشرها مطلوبة، المطلوب منها أيضا أن تعاشره بالمعروف. من متى يستخدم الزوج الضرب لامرأته، وما هو الضرب المشروع أو المباح؟ أولا ليس هناك ضرب مشروع، ما في مشروعية في الضرب، إنما الضرب مباح كعلاج عند دواعيه، وهو وسيلة ختامية. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النشوز هو التعالي والارتفاع، يعني الكبرياء على الزوج وعدم الطاعة، فعظوهن أول شيء التعليم، وبعدين اهجروهن، وبعدين واضربوهن الثالثة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والضرب هو الذي ذكره العلماء مثل اللطمة في غير الوجه واللكمة في غير مكان يكسر عظما، المهم لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يقيم حدا. بعضهم إذا ضرب قاعد يضرب يضرب لين ينجح، خلاص كف واحد ووقفنا، المهم انك ما تعزل هنا ولا تقيم حد شرعي، تؤدب تشعر بأنك زعلان وأنك شيء، فتاهب واحد وخلاص، لكن طاخ طربيخ طاخ ويلا وهات واضرب وادعس إلين يذبحها، ليش؟ هذا ما يجوز، حرام. والحياة الزوجية اللي ما تمشي إذا بالضرب هذه حياة فاشلة، يعني يجب أن يكون لك أساليب أخرى غير الضرب، ولا تلجأ باستمرار إلا إلى الضرب. والرسول صلى الله عليه وسلم عاب الرجل الذي لا يضع صوته عن امرأته، لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة وفي أبو سفيان، فقال في أظن معاوية، ها معاوية وفي واحد ثاني، فقال ايش رأيك أتزوج بهذا ولا بهذا؟ قال أما فلان فصعلوك، يعني ما عنده شيء، وأما فلان فلا يضع صوته عن رقبته، يعني ضرر المشعب قايل معلقنا بالدار، كل ما سوى شيء قام يملخها، هذا ما يصح. ونصحها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج بهذا الضرار، فصفة الضرب للمرأة ليست صفة رجولية حقيقة، لا يهينها إلا لئيم ولا يكرمها إلا كريم، وهذه أمانة في عنقك وهذه يعني أسيرة عندك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، ولا حق عليك، فلا تحاول أن كل ساعة تستعمل هذه السلطة والضرب، لكن قد تضطر يوم من الأيام تلجئك الظروف إلى حالة فبأطرف الأشياء وبأقل الأشياء ونادرة. هل يجوز دفع الزكاة إلى المجاهدين الأفغان؟ ما يجوز بل يجب، المصرف الشرعي الآن الواقع جدا جدا، والذي ندفع أنفسنا وإخواننا إليه هو الإنفاق على الإخوان المجاهدين، ليس على الزكاة فقط بل من أموالنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة تجارة عظيمة رابحة، ما تنجيكم من الجوع والعطش والأكل لا تنجيكم من عذاب أليم من عذاب الله. وكأن الناس قالوا نعم يا ربي نبغى هذه التجارة، قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم باثنين، فإذا قدرت بالمال والنفس يا سلام، وإذا ما قدرت إلا بالنفس وما عندك مال يا سلام، وإذا ما قدرت بالنفس فلا أقل من المال. وقد أرسل لي أحد قادة المجاهدين يقول اجمع تبرعات للمسلمين وقل للمسلمين ليكن الجهاد في برنامج المسلمين، ولد أو طفلة تأخذ كل يوم من جيب أبيها ريالين فسحة، من هو اللي يخلي بنته اليوم في اليوم بغير ريالين أو ولده فسحة؟ أحد يخلي؟ لا أبدا. يقول اعتبر أن لك طفلا صغيرا يعيش في المخيمات، وأن لك أخا مجاهدا يعيش في الثلوج وفي قمم الجبال،
يقابل أعداء الله بصدره ويلتحب السماء ويفترش الأرض وما عنده طعام إلا العيش الناشف الذي ما يجده إلا يمكن بالأيام القليلة، ويبغى منك ريالين يوميا، يعني بالشهر 60 ريال. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فالجهاد بالمال واجب، خصوصا علينا نحن في هذه البلاد المباركة التي فيها خير، وخصوصا في هذه الآونة الآن، لأن الجهاد الآن قام ويقطف الثمرة الحين. فالذي يتخلى عن الجهاد الآن يتخلى عنه كليا. قاوم الجهاد وقام واستطاع بإذن الله أن يدحر أقوى قوة كافرة على وجه الأرض، وهي قوة روسيا الدب الأحمر التي قامت على السحل والقتل واكتساح الشعوب وتدبير الأمم، لكنها فشلت وانهزمت وانحدرت وخرجت تجر أذيال الهزيمة أمام الرجال، الرجال الأشاوس الأبطال، ما عندهم شيء والله، ما عندهم إلا الإيمان. قوة ضاربة حقيقة دمرت روسيا وخرجت وهي صاغرة، والآن يريدون إن شاء الله العودة وسينتصرون بإذن الله، فقد انتصروا على روسيا وسينتصرون على الخونة الملاحدة الموجودين الآن في الحكم بإذن الله عز وجل، ولكن يحتاجون إليك الآن الآن. هنا والحمد لله فيه لجنة فرعية في المنطقة هنا لجمع التبرعات، وعليك يا أخي، وفيه حسابات في بعض المؤسسات لجمع التبرعات، عليك أن تساهم في جهاد الأفغان بمالك الخالص، أما الزكاة فهو مصرف شرعي مالك فيه فضل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي سبيل الله، يعني الجهاد، فأخرج من مالك زكاته وضعها في المصرف الشرعي للمجاهدين، وإذا في بعض المسلمين تعرفه في بلدك مستحق فيجوز لك أن تواسي تعطي منها، ولكن لا تنسى إخوانك المجاهدين. هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تصوم بغير إذن زوجها؟ وهل يجوز صيام شهر كامل من غير رمضان قبل شهر مثل شهر رجب؟ أولا، لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها، سواء كانت عجوز ولا كانت بنت، لأن الحديث في البخاري ومسلم صحيح قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وجوز زوجها شاهد إلا بإذنه. أما صيام شهر كامل فإنه يجوز، ولكن فقط رمضان شعبان، لحديث عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر، وكان يفطره حتى نقول لا يصوم. نعم، فقد صامه مرة كله ومرة تركه كله. أما رجب فلا دليل على صيامه أو قيامه أو عمرته أو أي عمل يختص به، وكل حديث ورد في فضل عمرة الرجبية أو 7 أيام من رجب أو 27 ليلة رجب أو أي فضل فيه فإنه موضوع أو ضعيف ولا يحتج به. يقول من الناس من يقول إن الاستقامة فيما يحفظه الإنسان من معلومات إسلامية، فهل هذا صحيح مع ضرب أمثلة من الواقع؟ ليس بصحيح، ليست الإيمان والاستقامة ما هو العلم، الإيمان والاستقامة العلم والعمل، فإذا عندك علم وعندك عمل وتطبيق وخشية أنت المستقيم. أما أنك تكون عالم وعندك تحفظ ولكن ما تعمل فهذا إبليس يعرف كل شيء، إبليس يعرف كل الأديان والرسالات والكتب، يحفظها كلها عن ظهرك، لكنه من النار. ليه؟ لأنه ما يعمل. لا إله إلا الله. يقول زوجة أخي دخلت بيتنا ونحن صغارا وغسلتنا ولبستنا وقامت بخدمتنا حتى أصبحنا رجالا، فهل نحتجب عليها؟ ولكننا لو أفصحنا لها بهذا تشتعل النار في العائلة ويدب الشك، فما هو الحل؟ الحل أن نقول لها إنك جزاك الله خير في خدمتك لنا ولكن أصبحنا رجال وأنت أجنبية عنا ولا يجوز أن نكشف عليك، وليس هذا عدم ثقة فيك، فثقتنا فيك كبيرة وثقة في نفسك كبيرة، ولكن هذا أمر الله عز وجل. أما أن البيت سيشتعل نارا فلا، بل ستحل فيه الرحمة والبركة والرضوان من الله عز وجل. لا يتصور أحد أنه إذا قام الحجاب تشتعل الأسرة، لا والله، تشتعل الأسرة إذا كان الحجاب غير موجود حقيقة، لأنه يسبب هذا التكشف إلى اشتعال النار في الإنسان يوم القيامة. على كل أختم الآن، وبالرغم من الأسئلة ما غلقت حقة الأسبوع الماضي، لكن الوقت ضيق وما أريد أن أطيل على الإخوة، وقد يعني تعهدت على نفسي أني ما أغلق على 8، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا وإياكم على رضاه في الدنيا والآخرة،